أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم ياسين علياء، أستاذ الاقتصاد، وذلك لتسليط الضوء على نظام البكالوريوس. وسنتطرق إلى دواعي تنزيل هذا النظام ومزايا نظام البكالوريوس. أهلا وسهلا أستاذ ياسين. شكرا جزيلا على الاستضافة أستاذ عبد الله. شكرا. أهلا وسهلا أستاذ ياسين. بداية، ونحن نعيش الآن زمن الإعلان عن التشكيلة الحكومية، ما هي دلالات تعيين شاكب بن موسى وزير للتربية الوطنية؟ شكرا على الاستضافة. أولا، بالنسبة للإعلان عن التشكيلة الحكومية، أعتقد أن السي شاكب بن موسى هو واحد الشخصية معروفة وينتمي للصف التكنوقراطي الذي تستجد به الدوائر العليا لأداء المهام الكبرى. نعلم أن شاكب بن موسى كان وزيرا سابقا في الداخلية وأدى مجموعة من المهام على رأس مجموعة من الشركات، كان واليا سابقا، سفير للمغرب على فرنسا، وآخر مهمة رسمية هامة بالنسبة يعني محددة للمستقبل للمغرب أنه ترأس اللجنة الاستشارية بخصوص النموذج التنموي الجديد. أن ينتقل من رئاسة هذه اللجنة الاستشارية التي أعدت تقريرها إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في هذه القطاعات، أعتبر أنه فيها رسالة مهمة بخصوص أنه قطاع التعليم، خصوصا التعليم في الأسلاك دياله الأولى بعد فصله عن التعليم العالي، يشكل أولوية كبيرة في إطار تنزيل للمقاربة الجديدة للنموذج التنموي. التماهي ما بين يعني صانعي القرار مؤشر، أعتبره شخصيا أنه مؤشر إيجابي، غير لابد من الإشارة أنه هذا التعيين هذا يكرس الفكرة ديال سيطرة التكنوقراط على المناصب الهامة في التشكيلة الحكومية، بحكم أنه التوفر أو لا بحكم أنه هذه الفئة هذه تتوفر على القطاعات الهامة، منها قطاع التربية الوطني الذي يعتبر أولوية بالنسبة للبلاد في إطار النموذج التنموي الجديد. دائما من خلال قراءة ديال الحكومة الجديدة كاينة وزارة خاصة بالتعليم العالي والابتكار. ما رأيكم في تعيين سي المراوي وزير التعليم العالي والابتكار؟ سي عبد اللطيف المراوي هو رجل ميدان وخلق وزارة خاصة يعني. هذا من المفترض، لأن التعليم العالي مع البحث العلمي خاصو يكون عنده واحد الوزارة خاصة ومهتمة بالتقدم التكنولوجي ديال المغرب. أعتقد أن التوجه ديال سي عبد اللطيف المراوي هو رجل أولا ينتمي إلى فئة الأساتذة، بمعنى أنه يخبر جيدا المشاكل التي يعيشها القطاع. ثانيا، له تجربة في تسيير الجامعات، حيث أنه كان رئيس ديال الجامعة ديال القاضي عياض، مع العلم أنه في الفترة ديالو تبوأت جامعة القاضي عياض واحد المرتبة عالية في التصنيف ديالها خلال الجامعات المغربية، وربما حتى لسي الصف الأول بين الجامعات المغربية في التصنيف الدولي. هذا من جهة. ثانيا، يمكن القول أنه أيضا يخبر التوجهات العامة بحكم أنه عضو في المجلس الأعلى للتعليم، عضو صوت في المجلس الأعلى للتعليم، هذا وعضو أيضا في وهذا هنا العلاقة اللي كاينة معاه مع السي شاكب بن موسى اللي كان رئيس ديالو في اللجنة الاستشارية للنموذج التنموي. كاينة ملاحظة اللي ربما تجمع ما بين الطرفين، هو أنهما بجوجهم كينتميو لهذا التوجه هذا، وبالإضافة إلى أن السي المراوي هو رئيس الوكالة الجامعية الفرنكوفونية الدولية. هنا غادي ربما نستبق أنه الحديث اللي ربما غادي نطرقوا له فيما بعد بخصوص الاختيارات اللغويه والعلاقه ديالها بالنموذج التنموي، واللي غادي نطرقوا له فيما بعد ان شاء الله. نعم، وخلال هذا الموسم الجامعي الحالي يعني تم اطلاق نظام البكالوريوس، شنو هي دواعي تنزيل نظام البكالوريوس بالجامعه؟ وصراحه نظام البكالوريوس جاء بطريقه مفاجئه نسبيا، لانه خلال التنزيل ديالو ما كانش الحديث سابقا على نظام بكالوريوس خلال الفترات السابقة. هذه مدة سنة ونصف تقريبا أو سنتين عاد تم التطرق إليه، بمعنى أنه إصلاح جاء رغم أن القانون الإطار ما كيشيرش ليه بشكل واضح، ما عندوش مرجعية كبيرة بالنسبة للقانون الإطار، غير أن كاينة مشاكل
في الجامعة المغربية مرتبطة أيضا بالنظام السابق اللي هو إجازة ماستر دكتوراه LMD ما يفترض عليه بالLMD. طرح إشكاليات خلال التنزيل دياله، وربما بانوا التعثرات واحتاج الأمر إلى مراجعة علما أن هذه ماشي المراجعة الأولى، بل كانت مجموعة ديال الإصلاحات منها اللي دار في سنة 2013-2014. هذا النظام هذا اللي تم اعتماده وفق واحد المقاربة اللي هو الميثاق الوطني للتربية والتعليم، اللي هو كان مرجع باش اعتمدنا LMD ابتداء من 2003. الآن هناك استنفاد، أولا الاهداف ديالو علاش درنا بحال هكا، لانه حنا باقيين عايش كنصيبوا واحد النظام ديال اولا هندسه بيداغوجيه تختلف على الهندسه اللي كاينه في اغلب الجامعات العالميه. ما بين 100 جامعه الاولى في العالم هناك 50 جامعه امريكيه تعتمد النظام ديال البكالوريوس، وبالتالي فكان ضروري اننا ننتقلوا لنظام بكالوريوس باربع سنوات من بعد البكالوريا باش نخرجوا من حنا من الدول القليله اللي باقيين كنسميو الاجازه. دونك حنا خصنا ندوزوا الباشلر او البكالوريوس، كان هذا هدف الأول. ثانيا هناك أعطاب كثيرة في المنظومة ديال الجامعة المغربية، وهناك اتهامات تكال الجامعة المغربية، وبالتالي فهذا الإصلاح كان إصلاحا حتميا بحكم أنه ما يمكنش يبدأ واحد الإصلاح على مستوى القاعدة دون ما أن يستمر إلى المستوى، لأنه كاين هناك تنزيل للقانون الإطار في المستويات الابتدائي الإعدادي والثانوي من قطاع التعليم المدرسي. المرور إلى القطاع التعليم العالي كان ضروري أنه يطلق الورش، غير هناك الكثير من الملاحظات التي يبديها العاملون في القطاع حول الطريقة التي تم تنزيل بها هذا البكالوريوس هذا، علم أنه هذه هي سنة تجريبية، سنة الأولى سنة تجريبية. تم فتح باقي ما انتهاش النظام القديم، لم ينتهي النظام القديم، حيت دابا الناس كيتسحبوا انه جميع الجامعات المغربيه فيها دابا نظام بكالوريوس. لا، هناك هذه سنه انتقاليه مفتوحه المسالك ديال البكالوريوس ومفتوحه المسالك ديال ليسونس ماستر دكتوراه. واغلب اللي خاصو يعرفوا الناس، اغلب طلبه الجدد ولجوا النظام القديم ماشي النظام الجديد، لان المسالك اللي تفتحات قليله. اولا قليله لانه كاين واحد بالنسبه للاساتذه كاينه واحد المقاومه، والشعب يعني الشعب على مستوى، لان باش تعرف كيف يتم لاكريديتاسيون حسب القانون 0001، هاد لاكريديتاسيون كتتم على مستوى الشعبه ثم تمر الى مجلس الكليات ثم الى مجلس الجامعات ثم كيطلع الوكاله اللي مسؤوله على التقنين ديال الدبلومات في المغرب. ف بالنسبه للشعب، اغلب الشعب ان لم نقل كلها رفضت ان تنخرط في هذا المشروع على اعتبار انه كاين مشاكل هيكليه في قطاع التعليم العالي. وبالتالي هنا راه كاين واحد الاشكال كبير بخصوص التنزيل ديالو، ربما ان البدايه ديالو تؤشر الى بعض التعثر في هذا الملف هذا، رغم ان الاصلاح راه حتمي، كاين حتميه الاصلاح، غير هناك اشكاليه بخصوص كيف يجب ان يتم هذا الاصلاح، لان الاساتذه رفضوا ان ينخرطوا دون ما ان يربطوا الاصلاح بشكل عام، لانه اصلاح يتم على مستوى الهندسه البيداغوجيه مزيان، ولكن الاصلاح في عمومه لا يحتاج فقط الى اصلاح الهندسه البيداغوجيه للنظام ديال التعليم العالي في المغرب، بل يحتاج الى يعني قطاع او لا يحتاج ان الاصلاح يكون عنده ديزوريزون اخرين يعني او لا مكامن اخرى للخلل، خاصها تمشي بتوازي باش يكون النتيجه ايجابيه بالنسبه للاصلاح. نعم نعم سياسين، وبخصوص المزايا ديال هذا النظام بكالوريوس، شنو اهم المزايا ديالو؟ هو الاصلاح يعني الهدف ما يهدف منه الوزاره هو انها ترفع من المردوديه ديال الدراسه الجامعيه من خلال تقليص الهدر المدرسي او لا اعتذر الهدر الجامعي، الرفع من مستوى الاجهاد بالنسبه للطلبه اللي كيولجوا، الرفع من القدرات ديال الطلبه من خلال الانتيغراسيون ديال مجموعه ديال الكفايات الجديده اللي متعلقه بالكفايات الحياتيه والاندماج والقدره الذاتيه لخريجي الجامعات المغربيه على الاندماج في سوق الشغل وقدرتهم على حل المشاكل اللي لي سوفت سكيلز او نقولوا الكفايات الناعمه اللي جات كجديد. ثانيا
كاين واحد الانفتاح على واحد المشكل كبير اللي كتعرفوا الجامعه المغربيه هو المشكل اللغوي، حيث ان هذا النظام الجديد غيجيب وحدات جديده اللي كتعطي الطلبه الامكانيه انهم يولجوا بالموازاة مع الجانب المعرفي اللي كيتخصوا فيه، يولجوا يقراوا وحدات متعلقه بالتنوع اللغوي، وهذا امر ايجابي. ثالثا خصنا نبقاو منفتحين على السوق الدوليه للدبلومات، لانه حتى نتيح للطلبه المغاربه امكانيه الاندماج السريع، لانه ما يمكنش تهز طالب حاصل على اجازه في ظرف سنوات كيف سيتم تقديمه لمنظومه تعتمد 4 سنوات، كاين ديك الفارق ديال سنه كيطرح المشكل. فحنا دزنا لهذا لهذا باش نحاولوا نتماشاو مع الوضع اللي كاين على المستوى الدولي. ناهيك على الانفتاح على سوق الشغل وتطوير الكفاءات، كل هذه الامور وضعتها الوزاره في صلب الاهتمام ديالها من اجل تنزيل هذا اللي هو يعني ان الجميع يتفق على انها غادي انها مشاكل وانها اهداف نبيله نسعى اليها. نعم. الى تحقيق هذه الاهدافات. نعم. كما ذكرتي يا سيد الانفتاح على السوق الدوليه، ونحن نعلم يعني الاهميه اللغه الانجليزيه على المستوى العالمي، شنو هي الثمار اللي يمكن يجنيها النظام التعليمي في المغرب الى اعتمد على النظام الانجلو ساكسوني؟ هو النظام الانجلو ساكسوني في هندسته البيداغوجيه لم يعد محصورا على النظام الانجلو ساكسوني او الانظمه الانجلو ساكسونيه فقط. نعم. بل هو صار نظاما يعتمد على المستوى العالمي ككل، معنى اننا حنا راه يلاه التحقنا بالركب اللي انتشر في العالم ككل. ولكن هل هذا كافي؟ هنا كاين تساؤل، كاين تساؤل بخصوص القدره ديال هذا الاصلاح هذا على مواجهه واحد الاشكاليه كبيره، هو طريقه التدريس او لا الكفايات اللي غيتحصلوا عليها الطلبه، او لا لغات الخيارات اللغوي بخصوص لغات التدريس. وهنايا رجع لك الملاحظه بان السيد وزير التعليم العالي راه هو رئيس الوكاله الجامعيه الدوليه الفرنكوفونيه، والسي شكيب بن موسى سفير المغرب سابقا في فرنسا، بمعنى انه داك الكلام اللي كيتقال البعض يروج له انه هناك اختيار التوجه الانجلو ساكسوني راه هو كلام خاطئ. الخيارات اللغويه للمغرب راه واضحه، واضحه منين؟ راه ماشي غير مجرد فقط انك الخيار اللغوي كيبان في اللغه ديال التدريس في مستويات التعليم المدرسي، والتوجه نحو البكالوريا الدوليه اللي هي مركزه اكثر في التعليم باللغه الفرنسيه يعطي اشاره واضحه ان الخيار هنا واضح، غيمشي اللغه الفرنسيه حتى في التعليم العالي. الجديد هو انه هناك ضروره ديال الاشهاد، ضروره ديال الحصول على اشهاد ديال بي 2 ليفو بي 2 باش تحصل على البكالوريوس، يعني الا ما كنتيش مفاليدي ما تاخذش البكالوريوس، وهذا امر ايجابي. علاش؟ لانه كان كاين اشكال، كنتي كتكون مثلا طالب حصلتي على الماستر وربما المستوى ديالك في اللغه الانجليزيه مستوى ضعيف جدا، مستوى ضعيف جدا في اللغه الانجليزيه، نهار غادي تدوز للبحث العلمي. كنت في التعليم في السلك الثالث سواء درتي دكتوراه او حتى في السنوات ديال الماستر، راه اغلب المراجع المحينه في جميع المجالات هي باللغه الانجليزيه. لان المغرب كيضيع واحد الجهد كبير بسبب كيضيع جهد كبير وكيضيعوا جهد ديال الطلبه. كاينين قدرات، كاين قدرات معرفيه عند مجموعه ديال الطلبه، كاين قدرات كبيره معرفيه، ولكنهم يصطدمون بهذا النقص على مستوى اللغه الانجليزيه، كيخليهم انه مثلا اذا كنت انا ضابط اللغه الانجليزيه غنشد مقال غنقراه غادي ناخذ منه ما احتاجه في واحد مدة زمنية ديال مثلا نقدرها انها واحد الساعة تخرج لي واحد ثلاثة الافكار. ملي كيكون عندي ضعف خاصني نقرا ونترجم ونعاود نرجع عاد نكتب الافكار جديدة، فكيعطل المسيرة ديال الباحثين. هذا مشكل بنيوي خاصنا نتغلبوا عليه. صحيح ان الباحثين كيديروا جهد ذاتي وهذا دورهم، ولكن من الافضل في المنظومة انها تنقص هذا العبء هذا وتعطي الامكانيه للطلبه المغاربه، وهذا ما ينص عليه النظام الجديد ديال البكالوريوس اللي خاص يتعرف انه لم يعد كما كان سابقا.
فيه واحد الفترة إعداد مبدئي لترون كوما سنوات أساسية خلال السنتين الأولى والسنة الثانية. كاين الوحدات المعرفية ولكن كاين معها وحدات متعلقة باللغات وأيضا الكفايات والمهارات الذاتية اللي هي أمور يحتاجها الطالب لتحسين أو للتحصيل الجامعي ولضمان مسار تعليمي جامعي جيد. نعم، شكرا جزيلا أستاذ ياسين على كل هذه التوضيحات. شكرا متابعينا الكرام ونضرب لكم موعدا جديد. شكرا.